جزاك الله خير أبو نايف. يا سلام يا سلام، هذا سيف. الله يمسيكم بالخير السفير. يا ليت تعطينا لنا أسئلة كثيرة عن طريقة التحويل. تفضل. طيب خذ الكرسي. لا لا خلها كلمة الوقف. تفضل يا سيف. أنا بجي هنا. احنا قطعنا أجل عليه، أجل كانت الكلمة. لا لا ايش معي؟ لا وهو الصدقه. كما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تصدق ولو بشق تمره. بادر السهم 150 ريال، وما نقص مال صدقه، ويا باقي الخير اقبل. واسال الله لي ولكم التوفيق والعمل الذي لا ينقطع يا رب العالمين. يا سلام، جزاك الله خير. طبعا طريقة التحويل، الدخول على الراجحي، الدخول على تطبيق الراجحي وإلى التحويل، ومن بعد التحويل إلى الجمعيات، وتضع جمعية المضيلف والوقف، وبعدها تضع المبلغ اللي يكتبه الله لك. هذه الطريقة من طريق تطبيق الراجحي، وفيها الباركود موجود على الشاشة، وفيها رقم الحساب موجود. وكذلك من الجميل الذي تقدمها الجمعية، تستطيع أن تهدي وترسل رسالة عبر الواتساب الموجود على الشاشة. طبعا 150 سهم الفرد، 450 سهم الوالدين، والأسهم موجودة الآن على الشاشة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وكذلك نتمنى منكم إرسال الرسائل على تويتر أو على السناب أو على الواتساب، من باب التحفيز ومن باب رفع يعني المستوى وإظهار هذا الشيء لله سبحانه وتعالى، حتى الجميع يرون القدوات ويتقدمون بالصدقة والتبرع لله. سامحني أخذت عليك يا سيف المايك. الله يسعدك. ها؟ لا 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 بالعكس، كل منا للثاني وكل منا مكمل للثاني. الله يرضى عليك، الله يجزاكم خير. نقول لكم حنا في امان الله، وقعدوا بالعافيه. واللي وش يا ابو مشعل من ام مشعل؟ والله اي اخلص، راحت يمين يسار، جايكم طيبين ومن الله قريبين. يا سلام يا سلام. يلا احنا ننسحب انسحابتك. عسى بالكم التوفيق. العجز تطلع صح. عسى بالكم التوفيق، وانتم واصلوا مشواركم. التوفيق ان شاء الله. عسى بالكم، الله يجزاكم خير يا رب.